من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن تطلعها لبناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار قائمة على التكامل والتعاون. كما أكدت نجلاء المنقوش تطلع بلادها إلى نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يحتاج إلى أمن واستقرار لخلق مناخ ملائم للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن التدخلات الهدامة هي أخطر ما يمكن أن يواجه الدول لأنها تعمق الخلافات والصراعات. لقد وصل أشقاؤكم الليبيون برعاية دولية إلى أول استحقاق وطني عبر حكومة وطنية موحدة بعد خلاف في الرأي وتشتت في الأمر ومخاض عسير. حكومة باركها العالم والأمم وباركها الليبيون فرحين فنالت ثقة النواب والشعب بجميع الأطياف، فبادرت وانفتحت على جميع المكونات دون إقصاء لأحد أو تهميش. حكومة أعادت لليبيا مكانتها الخارجية في دعم أسباب الاستقرار والتعايش العالمي، فاستأنفت رسالتها وتواصلت مع دول العالم والقارة والفضاء والجوار. إننا نتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، شراكة قائمة على أساس من التكامل والتبادل الإيجابي لتحقيق السلام والأمن مع دول النطاق والطوق. لا غرو أن التجاذبات التي شهدتها ليبيا على مدى عقد كامل قد سببت خلافات نتج عنها نزاعات مسلحة عانى منها أشقاؤكم الليبيين وفقدوا فيها الكثير من ثرواتهم، لا سيما البشرية منها التي هي في الحقيقة ثروة الإنسانية كلها. غير أن أكثر ما تعانيه الدول التي يصيبها داء الفرقة هو التدخلات الهدامة من طرف دول أخرى، وهذه التدخلات تناقض الأعراف الدولية كما تعلمون والمواثيق. ناهيكم أنها تعمق الخلافات وتذكي الصراعات وتغذيها.